السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من الطريق الساحلية الهرهورة، أجواء رائعة هنا بين الشتاء والشمس. اليوم 18 في رمضان، تبارك الله الشهر مشى طاير، الله يرحمنا. في هذا الفيديو هذا بغيت نهضر لكم على واحد القرية سياحية، القرية السياحية اللي غادي تكون عندنا في الهرهورة، واللي غدير في هذا الموقع استراتيجي مهم. لكن هذه القرية السياحية شكون غادي يستافد منها؟ واش يقدر اي واحد يدخل ليها؟ هذا هو السؤال المطروح. بالنسبه للطريق ديالها جات في هذا المسار، وتبارك الله ما شاء الله كاين واحد البنايات هنايا، وعندنا واحد الوطيل، هنا اللي كيتكونوا من واحد العدد كبير ديال الغرف. واحد الوطيل تبارك الله ما شاء الله، اش غادي نقول لكم؟ تبارك الله داك الشيء هائل. لكن ما كرهناش ندخلوا، ولكن غير مسموح بالتصوير لداخل وهذا، ولكن لنا عوده ان شاء الله اللي تحل الامور وتقاد ان شاء الله نشوفوا كيفاش نديروا. على اي بالنسبه للارضيه هنا الطريق راه باقي عندنا واحد سميتو، باقي عندنا الطوقه الاخرى ديال الزفت، باقي الخدمه. انا غادي نوقف هنا وغادي نهبط باش نقربكم من القريه السياحيه فين غتكون وفين غادي تدار بالضبط. هذه هي الطريق اللي جيت منها، والقرية السياحية ديالنا غادي تكون في هذا الاتجاه هذا. غيكونوا بزاف ديال الالعاب هنا، عندنا واحد الكافي هنا، غتكون الامور زوينة ان شاء الله، اللهم يسير. كيف ما كتشوفوا الاشغال على قدم وساق، البحر ديال فالدور هنايا ديال سهب الذهب، اللي صراحة يكون عنده واحد المنتجع سياحي رائع هنا. قرية سياحية ممتازة، غيكون بزاف الحويجات اللي هي زوينة. نتمنى من الله ان الاشغال تمشي مزيانة وان شاء الله ما يكون غير خير، وربما حتى الموقع كيحتم على ان هذه القرية غتكون مواصفات عالية، خصوصا ان الساكنة اللي غيكونوا هنايا تبارك الله ناس يعني ميسورين، امور اللي صراحة مزيانة. رجعنا لنفس النقطة فين كنا وقفنا، اللي بغينا ناكدوا لكم عاوتاني تبارك الله ما شاء الله، ها المدخل ديال الوطيل هنا، المدخل الرسمي ديال الوطيل تبارك الله ما شاء الله. كما كتشوف الامور كيفاش غاده هنايا، غادي بواحد الوتيره جيده. وواحد النقطه اللي بغيت نهضر عليها هي المساله ديال البلايك هنايا. هاد الطريق هادي راه غادي تكون غير كتدي، ما كتجيبش حاليا ولحدود اللحظه، وعلى حسب البلايك اللي كنشوفو الناس غتبلاصي في اليمين وفي اليسار، ولكن الطريق راه غادي تكون غير كتدي. وعندنا ثلاثه ديال الطرقان كيديو، لان هاد البلاصه هادي غيكون واحد المنتجع سياحي رائع هنايا، عندنا محلات تجاريه كثيره هنا في اليسار. هنا كورنيش وادي كم، عندنا هنا فيلات هنا في اليمن، واحد الفيلات تبارك الله ارزانه تبارك الله، داك الشيء جاب كيطلع على البحر هائل، الله يسخر الامور. ها نتوما البحر هنايا، واحد المنظر رائع هنايا. عندنا الوطيل، عندنا مجموعه من الامور، الله يسخر يا ربي الجميع، الله يسخر. المهم عندنا هو ان الدراوش، حتى هما يهبطوا هنا ويجلسوا واحد البليسه اللي هي زوينه، ولكن بالموازاة مع الحفاظ على هذا المكسب هذا، لان كنهضروا هنا على كورنيش، كنهضروا على امور اللي هي زوينه. فكنتمنى من الله ان الامور نحافظوا عليها. هنا كنشوفوا طوموبيله ممنوع توقفها وتخليها هنايا، ديباناج خدامه، وكتشوفوا شحال ديال البلايك كاينين هنايا، راكم كتشوفوا كلشي بعويناتكم. غندير واحد الدوميتور حيت الطريق باقا مسدوده حاليا، ندير واحد الدوميتور.
هنا كتلقاو محلات بالجملة. هنا واحد المحلات كثيرة وتبارك الله، داكشي راه ما نعاودش ليكم، داكشي هائل جدا، داكشي تبارك الله مميز. هانتوما متتبعين الأوفياء، منتجع سياحي ولا في الأحلام، وفي انتظار نهاية الأشغال. أكيد غتكون حويجات هنا اللي هي مهمة، غيكونوا كاميرات مراقبة بجودة عالية جدا. يعني هنا ما كاينش تغمض عينيك، يعني الأمور الحمد لله إن شاء الله كتبشر بالخير. هنا كتشوفوا البلاي كلهم قالبين وجههم اللي هي، يعني غتكون انتير ديال الطريق غادي نرجعوا فيها، اي بحكم دابا الطريق باقا مسدودة. وهنا كما كتشوفوا البحر على اليسار تبارك الله، ما شاء الله منظر جميل. يقدر بنادم يجي هو وليداتو هنا، يمشي في الكورنيش، غتكون عندنا قرية سياحية القدام، واللي ان شاء الله كنتمنى وكنتمنى من الله انه يكون شي ثمن مناسب اللي يسمح انه اي واحد بغى يفرح وليداته يقدر يدخل بهم هنايا. لان كنشوف بحال هاد القريه السياحيه كاينه في الدار البيضاء، كاينه في مراكش، ربما ما كايناش في العماله ديال الصخيره التماره بحكم ربما البحور موجودين، ولكن هذا الفضاء فضاء خاص، فضاء مميز، فيه العاب، فيه مجموعه من الامور اللي هي زوينه. فكنتمنى وكنتمنى من الله انه يكون شي ثمن مناسب ان شاء الله ملي توصل الوقيته ديالو. هنا كما قلت لكم كاين مجموعه من الفيلات، غيكون عندنا عاوتاني هنا في اليمن غيكون عندنا محلات كبار، عندنا وطيل هنا في اليسار كما قلت لكم تقريبا اللي كيتكون من ازيد من 1000 او 2000 يعني غرفه تبارك الله. يعني كنشوفوا العمال الخدمه في اليمن في اليسار تبارك الله ما شاء الله، داك الشيء غادي بواحد الوتيره رائعه جدا. واو كون كانت الامكانيه كيفاش ندخل لداخل، داك الشيء رائع 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 جدا. واش غادي نقول لكم اخوتي، اي حاجه فيها النفع والصالح العام يا ربي تيسر فيها والله يسخرها، هذا الشيء اللي غادي نقولوا. هنا الشاطئ ديال فالدور، انا غادي نوريكم النقطه اللي كانت تواجد فيها بالضبط باش تاخذوا صوره اكثر. نقرب لكم لهاد البلايص هنايا، كما كتشوفوا الالعاب وداك الشيء راه غادي يكون واصل هنا لليسر. عندنا واحد القهوه ممتازه في اليسر هنايا في جنب هاد الالعاب، يعني بنادم يقدر يخلي وليداتو. كما كتشوفوا شاطئ سهب الذهب اللي هو فالدور خاوي تبارك الله ما شاء الله، العاب هنا رائعه جدا. وانتم تحاولوا تاخذوا معايا الصوره هذه بسرعه البرق. ها انتم لاحظوا معايا، لاحظوا معايا، لان صراحه كنشوفوا ربما ممنوع الدخول هنا او ما شابه ذلك، ولكن ناخذ لكم واحد الصوره اللي نقربوكم منها. كما كتشوفوا الالعاب والاشغال هنا مستمره، اللهم يسر، الله يسخر الامور يا ربي، الله يسخر. كما كتشوفوا هنا الاشغال على قدم وساق تبارك الله ما شاء الله.